السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي عالم ناديه. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الحريره اللي خديتها للوالده ديالي، الله يحفظها ليا ويحفظ لكم جميع الامهات. غندوزوا على بركه الله المقادير. هنا كنحتاجوا عندي ربعة ديال اللحم مقطع بقري، مقطع هكا طريفات. عندي هنا تقريبا واحد كيلو لارو كنديرو يتسلق مع واحد الكاس ديال الماء بالقشره ديالو. هنا راه باقا ما صفيتوش، عاد غادي نصفيه ملي غنديرو في الطنجره فين غادي نصب. عندي حك ديال المطيشه كامل فيه 140 غرام كنديرو كامل. عندي هنا جوج معالق صغار ديال السكنجبير، عندي جوج معالق صغار ديال الملحه، عندي معلقه صغيره ديال السمن الحار، عندي ضامه ديال البقري، عندي معلقه صغيره ديال الابزار، عندي ضامه ديال الزعفران، وعندي هنايا واحد معلقه ونص ديال الخرقوم البلدي، عندي نص كاس ديال الزيت ديال المائده، عندي هنايا ربعه ديال الحمص مرطب ومفسخ على هذا الشكل، كنحيد ليه القشره ديالو. عندي ربطه ديال القزبر ومعدنوس مقطع على هذا الشكل، وعندي ربطه ديال الكرافس مقطع بحال هكا. هاد القزبر ومعدنوس كناخذ منه واحد شويه كنخليه حتى كنبغي ندور الحريره عاد كنرميه. عندي نص رابعه ديال العدس، وعندي هنايا زلافه ديال الدقيق. زلافه ديال الدقيق كنخلطها مع زلافه ونص ديال الماء، كنحاول نديروها في شي اناء اللي كيكون مسدود وكنمخضوها مزيان باش ما كيبقاوش دوك الحبيبات. يمكن لك ديريه في مولينكس الا بغيتي. عندي جوج بصلات كبار مشلضين، انا كنشلط في هادي على هذا الشكل، كنحاول باش ما كتعطيش ديك المروره في الحريره، كنشلط غير بهادي لا الربيع لا البصله، ما كنطحنوش في مولينكس. على بركه الله غادي ندوزو باش نصبوها. هنايا البنات انا درت اللحم ودرت البصله، غادي نزيد قلنا نص كاس ديال الزيت، هذيك القامه اللي قلنا كامله، الربيع، مطيشه هنا انا صفيتها، والحمص. انا هنايا غادي نطيبها في الطنجره، ما غاديش نسد عليها في الكوكوط. هذه الطريقه بصراحه خديتها للوالده ديالي، الحريره ديالها اللي دقه كيشكرها، وكتجي بصراحه كطيب على خاطرها وكتجي لذيذه. هنا غادي نخليها، غادي نغطي عليها وغادي نخليها تشحر واحد 15 دقيقه وغادي نرجعوا نكملوا المقادير. هنا البنات من مورا ما دازت ربع ساعه تتقلات ليا ديك القامه اللي درت، زدت عليها تقريبا هنا جوج لترو ديال الماء حتى كنقرب هاد الطنجره اللي عندي للعماره. غادي نخليها طيب نص ساعه وعاد غادي نزيد عليها العدس من موراها وندوزو ندوروها ان شاء الله. هانتوما البنات هنا من مورا فاش غلات راه زدنا العدس من مورا نص ساعه اللي قلنا، تقريبا خلينا واحد نص ساعه اخرى. دابا يا هي غلات كنهزو كنقلبو الحمص كنشوفو واش طايب هو ولا داس واللحيمات. المهم هنا راه عندي انا كلشي طاب تقريبا نص ساعه من مورا فاش ضفنا العدس. غادي نضيفو دابا مطيشه ديال الحك، قلت هاد الحك كامل، غادي نضيفو كامل، وغادي نضيف داك شويه ديال قزبر ومعدنوس اللي قلت لكم كنخليوه حتى كنبغي ندور الحريره، وغادي ندير الطحين اللي خلطنا مع الماء وانا كنحرك. هنايا ما تغفلوش عليها في التحراك باش ما يتعجنش لينا داك الدقيق، هي كتغلى وحنا كنضيفو. المهم كنحاولوا ما نديروش الدقيق بزاف باش ما تجيناش ثقيله. اللي بغيت نقول لكم البنات هنا من مورا فاش درت العدس راني زدت تقريبا واحد زلافه ديال الماء، لقيت الماء نشف ليا شويه، زدت واحد زلافه وتسنيت عليه حتى غلى.
من بعد ما درنا الدقيق البنات كنبقاو نحركو مزيان باش ما يتعجنش لينا في القاع ديال الطنجره. كنخليوه واحد المده ديال 10 ديال الدقائق حتى كتغلى هكا مزيان، وحنا في نفس الوقت كنحركو مره مره ما كنغفلوش عليها، وكتكون راه وجدات. هذه هي الحريره ديالنا البنات، كتجي على هذا الشكل. من بعد ما درت الدقيق بقيت كندور فيها، المهم ما كنغفلوش عليها، واحد 10 ديال الدقائق حتى كيطيب لينا الدقيق. وهي هذه كتجي على هذا الشكل، لذيذه، جربوها راه غادي تعجبكم بزاف. هذه هي الحريره اللي كندير دائما، كتجي على هذا الشكل. بالصحة فطوركم، وتقبل الله وصيامكم، وما تنسوش تدعموني بالاشتراك واللايك وفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. وشكرا لكم على المشاهدة، الى فيديو قادم ان شاء الله.